انا ضربوه هوتين مسكين صار وين دخل؟ المصل دخل واحد مصري؟ مصر جاي مشان يفتح حياته ايش؟ في الدين الاسلامي يعني بده بالسيارات ما كلها تخيل نص ساعه كان مش كم شو عملوا فيه؟ ضحكوا الملايك عو عو يعبوا عليه هو يكون قدامه ما عرف يعملوا له عطوه بالرياض وعملوا ويروح الملايك يلحقوا يعبوا عليه؟ يلحقوا يعبوا عليه كل 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 حاله لها منك كل حاله لها لها منك لها منك شد كل حاله لها لها مورستانت ملايك هذا برو مناك مناك فيك اللي صار معاك فيك والقليل اللي صار معاك 1500 واحد دخلوا العمجانين 1500 واحد ايه؟ 1500 واحد دخلوا المستشفيات العمجانين طلعوا مجانين بزيادة العمجانين كانوا مجانين شت اللي صار في المستشفى دخل عليه الأردن هو نفسه اللي فش غلو هذا اللي قال له بدي أفرجيك ورمى الأغراض لها الطاولة ده واحد ثاني اللي فش غلو آه. وهيك اللي فش غلو شت جاي في شغله بما هو سرجي ما هو سرجي بعد مصر ما هو سرجي مصري ما هو سرجي ايش مصري مو سرجي مصري ما هو سرجي مصري والله ما اعطيه والله ايش والله ما اعطيه تعلموا انا كيف اشتغل يا اخ اومة ما كان متعاشر مع المسار ومنيح منيح بالمرسنت يعني اكثر جنسيه موجوده كانت بالمرسنت من فين بدو ومصاوي بدو ومصاوي عرب ومصاوي عرب ومصاوي مرسنت الأردنية من الخفيف يعني من الشباب الأردنية الخفيفة وغيرها اللي قاعد يعطوا قدرات وتابوها يعني جابوهم جابوهم حكم المرسنت اللي داروا معهم قدروش يذوبوا ما رضي ما قدر ما قدر توبا بدهم بدهم إيش اسمه بدهم يعني هذا فهذا في الكل إيش إني أنا كلهم أنت كله أنا كان في إناث ولا بس ذكور بالمرسطن القسم اللي إحنا فيه كله رجال في الطابق الفوقاني نسوان الطابق الفوقاني نسوان الطابق الثاني رجال ها مين لا ما ما بشوف بس الشباك من الشباك ولا هيك هالشباك لا هيك ولا هيك ما بعرف الشباك يعني بحكي بس ما بشوفه بيحكي بيحكي مع باب بيشوفها حبيت واحدة فيهم ولا لا والله ما كنت صاحي والله أخوي يدرب يدرب والله ما يقول كفا صاحي على شيء لا رب البيت ما أنا صاحي على شيء انتهى ما صاحي على شيء شو الصف نهائي قلبي صف نهائي طلع لو عن جد ما عندوش لحية يا الله ما اشنع بكون العبيط بحبنيش بحب لانه بيجي عندي قصص كثير اه بغار منك بيجي عنده بغار عميت انه ذاك القصص القصص بدي اخلص من القصص مشان ايش مشان بدي اكتب عدو بدي اشتري عدو يعني اه بعمل مشان قصص بعمل بعمل مصيبة عشان قصص أنا ما بقول يعني ما بدي قص بس إيش؟ بدك قص بس ما ي... ما ي... ما يضرب فيه العبيط يعني بديش قص بدي بديش قص بس ما يضرب فيه العبيط من الآخر من الآخر بعد البنات اللي جوهم راح بس قلت ما بخاف من العبيط بقول أنا خاف من العبيط خاف إيش؟ العبيط العبيط يعني ما عملت إشي معه بالسهل إنه عملنا المعاملة هاي ما عملت إشي معها تستاهل انه عملك المعامله المعامله هيك يعني قلت ابو العرس شت يا قص هذا ايش قص قص لو في قص حقيقي مصيبه هاي حركه المحنه في الطيز شفتها يا هوي ليه بعمل هيك اسمع عني ليش تعيس؟ ليه بعملها؟ لا والله عبيط كنا مش عارف هات ورينا شوف ورينا بالله عليك ورينا كنت ورينا امبارح خليها خليها على على ورينا 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 بالله عليك تصل برو 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 تامس يا اخي بالله عليك ورينا تامس 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 بو هل يحكي على كلام من فلان من فلان من فلان صغير وين يحكي على الكلام لرجل مثلي من فتى صغير لا خذ ماني ما هل يحكي على كلام لرجل مثلي وهل يحكي على مثلا ويحكي الكلام هذا الكلام درويش مثلك درويش مثلك درويش مثلك من فتى صغير انت جننته الفتى الصغير انا هو مين انا الفتى الصغير جننتني
جننتني أكثر من الطعام. جننني أكثر. يا أخي ورينا شوف داعي غيرنا. برو طب إذا بقول لك التلفون ما في شحن بتصدق؟ أي شحن شحن ولا شيء. أوكي. وعشان طول ما في سلك بس ما في. أي شيء. هذا الشحن غير عن هذا. إيه إيه ما في. هذا غير عن هذا. هي تبغى في شحنين. أمشي اللي برو أمشي اللي. هذا غير هذا.